بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأيام وقد طرق الناس فيها هذا الداء الذي نسأل ربنا سبحانه أن يعجل بكشفه ورفعه وبإعادة سابغ عافيته، أحببت أن أذكر من يسمعني بعادة جارية بين ربنا سبحانه وعباده. إن ربنا سبحانه أجرى عادته الجميلة بينه وبين عباده أنه لا يبتليهم إلا بما فيه الخير لهم وبما فيه حسن العاقبة بهم، ولذلك لا ينبغي بنا ولا يجمل أن يسوء ظننا بأقدار ربنا. لا بد أن نحسن الظن بربنا وبما يكتبه لنا، كيف وهو سبحانه الذي يقول فيما بلغه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك قال رجل من الصالحين: استعمل في كل بلية طرقتك حسن الظن بالله عز وجل في كشفها، فإن ذلك أقرب بك إلى الفرج. وقال آخر: كما أن الرجاء يعين على الصبر، فكذلك حسن الظن بالله عز وجل يعين على الرجاء. فإن قد نستقري أحوال الكرماء فنراهم يرفعون من أحسن ظنه بهم، ويتحوبون من تخيب أمله فيهم، ويتحرجون من إخفاق رجاء من قصدهم، فكيف بأكرم الأكرمين الذي لا يعوزه أن يمنح مؤمليه ما يزيد على أمانهم فيه. فيا من ضاقت نفسه وعيل صبره وقلت حيلته، لا يسوء ظنك بربك البر الرؤوف الرحمن الرحيم. فكم من كربة نزلت بك فرجها، وكم من بلاء ألم بك كشفه. سبحانه ما أقربه منك إذ تدعوه، كيف وهو يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد، وفي حياض نداه النهل والعلل. فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الغياث لمن ضاقت به السبل. وأحسن الظن في مولاك وارض بما أولاك، ينحل عنك البؤس والوجل. وإن أصابك عسر فانتظر فرجا، فالعسر باليسر مقرون ومتصل. كم أنقذ الله مضطرا برحمته، وكم أنال ذوي الآمال ما أملوا. يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبل. وحل عقدة داء حل ساحتنا، بضره عمت الأمصار والحلل. فأنت أكرم من يدعى وأرحم من يرجى، وأمرك فيما شئت ممتثل. فلا ملاذ ولا منجى سواك، ولا إلا إليك لحي عنك مرتحل.